مخيم القنيطرات في ريف إدلب تحتضن خيمه أغرب القصص وأشدها بؤسا عن تغريبة السوريين في محنة لجوئهم. الطفلة مايا المرعي ذات 8 سنوات إحدى هذه القصص، ولعلها الأكثر إيلاما كالألم الذي تحمله عندما تطأ الأرض القاسية بأوان بلاستيكية أخذت دور ساقيها المبتورتين. من ريف حلب الجنوبي نزحت مايا مع أبيها الفاقد لساقيه أيضا وبرفقة أمها وإخوتها جراء قصف نظام الأسد لبلدتهم، فاتخذت هذه العائلة من المكان الذي يشبه الخيمة مسكنا لها. تهجرنا بسبب القصف من قريتنا، نزحنا على ريف إدلب، ساكنين حاليا بمخيم نيطرات، ساكنين بخيمة لا يساند عندنا لا الشمس ولا البرد ولا يساند شيء يعني خالص. يوميات مايا في التعامل مع حالتها تحمل روح إصرار على معايشة طقوس المعاناة، حيث تصحو صباحا وتزحف باتجاه قطعتي البلاستيك فترتديهما لتتمكن من الخروج والتجول كما الأصحاء في فناء الخيمة، رغم الألم الذي تكتنزه نفسها المتعبة وتبوح به عيناها الواسعتان. يعني شايفين وضعنا شنو؟ مشان بنتي بدنا أطراف، يعني وقت تمشي بهالحجير تتحذر كثير، ودحكم شلون وضعنا؟ وهي ما تقدر لا تلحق رفقاتها ولا تمشي. المدرسة وجهة مايا للتغلب على الواقع المر وإثبات نجاح الذات وتفوقها على آلة الحرب التي دمرت بلدتها، فكانت وثيقة الامتياز الدراسي عزاء لها ولأبويها. هاي مرحلة مايا كانت يعني تقريبا تروح شي 200 أو 300 متر يعني على المدرسة زحف، خذت المرحلة هاي بلا قدمين. تعد مايا خطاها على الأرض ثم تأوي إلى نومها وتغمض عينيها على حلم بالمشي دون ألم وإن كان بقدمين اصطناعيتين.